السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناتي معا للرقي بالتعليم. في هذا الفيديو إن شاء الله سأشرح لكم طريقة استعمال لوحات الملف العجيب. هذا الملف العجيب الذي اتفقت مع أطفالي على تسميته هكذا بعد المناقشة حول الأسماء، فاتفقنا على تسمية هذا الملف العجيب. هو ملف عادي يحتوي على حافظات بلاستيكية، وفي أدخلنا صنعت لهم اللوحات صنعت لهم لوحات وقمنا بإدخالها هذه اللوحات. أقول لهم هذه لوحات عجيبة، مثلا هذه اللوحة للأرقام، هذه للحروف، هذه للتربية الفنية، هذه للقراءة إلى آخره. أعجبتهم هذه الألواح، فاتفقنا على تسميتها بالملف العجيب، يعني فيه أشياء عجيبة هكذا، فقط للتغيير. هذا الملف لماذا اخترت ملفا هكذا؟ لأنه سيحافظ على الألواح، يعني الألواح عند طبعها ووضعها مثلا في حافظة بلاستيكية، هناك حافظات تباع لوحدها هكذا، سيقوم المتعلم عندما يدخلها في المحفظة سيقوم عن غير قصد بطيها أو إتلافها أو ستتقطع له. أيضا الألواح التي نشتريها من المكتبة، هناك ألواح يقومون بتغليفها بالغلاف الحراري، صدقوني اشتريتها في السنة الأولى فتبدأ تتقطع من الجانب، تبدأ تنفتح من الجانب إلى أن ذلك الغلاف الحراري سوف يتمزق. وأيضا عندما تتسخ لا يمكن تنظيفها، عندما تتسخ عكس الحافظة البلاستيكية. الألواح التي نغلفها بغلاف حراري عندما تتسخ ربما لاحظتموها ستصبح سوداء وستتلف وسيصبح منظرها ليس جميلا على الإطلاق. المهم أن هذه فكرة الملف العجيب ستبقى معه، هذا الملف سيبقى معه من السنة الأولى إلى السنة الخامسة بإذن الله. هذا الملف سيتغير فقط مضمونه، يعني سيتغير فقط ما أملأه به على حسب كل سنة. السنة الأولى سأملأها بألواح، السنة الثانية بألواح، السنة الثالثة بألواح، الرابعة وهكذا. سأبدأ بشرح ما يوجد في الملف العجيب. هذا الملف العجيب خاص بالسنة الأولى والثانية، يعني في يناسب الطورين، عفوا السنتين. أولا حسب المنهج الصوتي الخطي يوجد جدول التعرف على أصوات الحروف. عندنا في المنهج الصوتي الخطي نعلم المتعلم مخارج الحروف حتى نصحح النطق للتلميذ، عليه أن ينطق الحرف. هنا مثلا أنا أخذت اللوحة من المنهج الصوتي الخطي، لقد شاركتكم به بدليل المنهج الصوتي الخطي، قمت بمشاركته معكم في صفحتي على الفيسبوك. هذا الجدول أخذته منه، أعطي للمتعلم بعد أن أدرسه مخارج الحروف، أعطي للمتعلم وقتا، أنت حر، أنت كأستاذ حر في الوقت الذي ستمنحه إياه، مثلا 30 ثانية أو أكثر، يعني أنت حر. ويقوم متعلم بحساب عدد الصوامت التي سيقرأها هذا زميله المتعلم الآخر. يعني أذهب عند متعلم أقول له افتح ملفك العجيب، ثم أطلب منه البدء في القراءة، أشغل جهازي المحمول، هاتفي المحمول، أقوم بوضعي في الكرونو، أقوم بوضعي مثلا دقيقة أو 30 ثانية على حسب الوقت الذي تملكه، ثم متعلم آخر يأتي ويحسب له، يستمع إلى الصوامت التي سيقرأها ويحسب له كي نعرف كم عدد الصوامت التي قرأها في ذلك الوقت. مثلا أنا أقوم بالتشويش له هكذا، أو أقس، هو سيقرأ هكذا كل الصوامت التي أضع يدي أو قلمي تحتها. هذا فيما يخص لوحة الصوت، موجودة في دليل المنهج الصوتي الخطي.
عندنا لوحة الصوامت وعندنا لوحة المقاطع الصوتية. هناك في الدليل لوحتين يجب على الأستاذ أن يطبعها، لوحة الصوامت ولوحة المقاطع الصوتية. أيضا لوحة المقاطع الصوتية نفس الطريقة التي سأتبعها في الصوامت، سأذهب عند المتعلم وأقول له اقرأ لي هذه المقاطع الصوتية مشوشة مشوشة لكي يقوم المتعلم بقراءتها. مثلا سأدع له سيقول جاح غص إلى آخره، يعني سأضع له وهو سيقرأ. هذا فيما يخص قراءة لوحات الصوامت والمقاطع الصوتية. هنا لوحة الخط، هذه اللوحة قمت بصناعتها بنفسي، يعني عندما اشتريت لهم ألواح في السنة الأولى، يعني في 2016 كانت أول سنة لي في التعليم، عندما اشتريت له ألواح مغلفة بغلاف حراري أفسدوها في فصلها الأول، لأن المتعلم يكتب بشكل يضغط على القلم فذلك الغلاف الحراري يتسخ ويلتصق فيه الحبر، يعني ستصبح سوداء وستتقطع كما قلت لكم. ثانيا المشكل الذي صادفني أن في اللوحات التي نشتريها نجد خطا أو خطين على الأكثر، يعني عندما أقول لهم اكتبوا لي جملة، كنت أدربهم في الفصل الثالث أضع لهم صورا، مثلا غرفة النوم، أحمد الحمام عفوا، أقول له ماذا فعل أحمد، استيقظ من النوم وغسل وجهه مثلا. عندما يأتي لكتابة الجملة كنت أصادف مشكلة، لأن تلك الألواح موجود فيها فقط خط في الوسط أو خطين، يعني لا تناسب المتعلم. فماذا فعلت؟ صنعت هذه اللوحة بنفسي فقط في الوورد، وضعت خطوطا فقط في الوورد، يعني ليس بالشيء الكثير، وضعت له ها هو خط 2 3 ليكتب براحته، عنده 3 خطوط للكتابة. أيضا ماذا فعلت؟ وضعت لهم خطا أحمر وخطا أزرق بجانبه حتى يتذكر، حتى في اللوحة ليتذكر أنه عند الكتابة يجب عليه ترك مربع بعد الخط الأحمر، حتى في اللوحة خصوصا في السنة الأولى عند دخوله ينسى، أحيانا ينسى عند الكتابة، فحتى في اللوحة عودته أنه بعد الخط الأحمر يجب عليه أن يترك مربعا، من المستحيل أن تكتب عند الخط الأحمر، يجب عليك أن تترك مربعا ثم تكتب. يعني دائما تلاميذي لا يأتون هنا عند الخط الأحمر، ممنوع، يتركون هذا المربع ويبدأون بالكتابة هنا. ووضعت لهم 3 أسطر ليكتبوا براحتهم، يمكن حتى كتابة جملة أو جملة ونصف في هذه 3 خطوط، وقد شاركتكم كل هذه الألواح لتستطيعوا الاستفادة منها. أيضا في الملف العجيب يوجد جدول المراتب، هنا جدول المراتب قمت أيضا بصنعه بنفسي في اللوحة التي اشتريتها. أيضا هنالك ألواح تأتي بالعرض، يعني من المستحيل أن يقوم بعملية عمودية فيها، يستطيع فقط كتابة عدد. ثانيا الألواح التي أيضا تأتي بالطول، الوحدات العشرات والمئات أو اللوحة التي فيها وحدات وعشرات، يكون الكتابة كبيرة وحجم الكتابة العملية صغير جدا، يعني فيها الكثير من المشاكل، هم عندما يطبعونها ليس مثل ما يصنعها أستاذ يعرف كيف سيكون الدرس، كيف سيكتب هذا المتعلم، يعني عندما يصنعها كأستاذ بنفسك ليس مثل ما يطبعونها في الخارج. هنا مثلا أنا ماذا فعلت؟ قمت بتصغير هذه الوحدات العشر، هذه الحروف قمت بتصغيرها، جعلها صغيرة وتركت له مساحة كبيرة، يكتب هنا العدد الأول ثم هنا العدد الثاني، ووضعت له خطا حتى أسهل عليه، خطا هنا سيكتب فقط التساوي وسيضع لي النتيجة. هنا سهلت عليهم لوحة جدول المراتب. كما قلت لكم إذا أردتم، أنا وضعت لكم النموذج جاهز، ولكن إذا أردتم صنعها بأنفسكم عليكم تصغير
الحروف الموجودة في الأعلى حتى يبقى نحن الأهم عندنا هذه الفراغ ليكتب فيه. لا يهمني أنا هذه الكتابة الموجودة في الأعلى، يمكن حتى تصغيرها هكذا، المهم أن يعرف أن هذه 11 مئات. وأني أترك هذه بعض المشاكل التي واجهتني في الألواح التي اشتريتها من الخارج. أنا أخذت فكرة من عندهم عن هذه الألواح وقمت في سنتي الثانية بصنعها لأطفالي بنفسي. هنا عندي لوحة الضعف والنصف، الكثير سألني عنها. هذه عبارة عن ظهر الدعسوقة، أنا قمت بحذف أرجلها ورأسها. أول شيء في الدرس ماذا فعلت؟ طبعت لهم الدعسوقة في السبورة، دعسوقة واحدة طبعتها لهم في السبورة، أريتهم الدعسوقة ورأينا أن فيها خطا في الوسط إلى آخره، وحسبنا الدوائر الموجودة من هنا وهنا. ثم قلت لهم أنني ظهر الدعسوقة قمت بطباعته له فقط ظهرها، هذا يمثل ظهر الدعسوقة. لماذا أخذت ظهرها فقط؟ لأن لو طبعت لهم كل الدعسوقة ستأخذ كل المكان، أرجلها ستكون هنا، رأسها هنا، يعني سيبقى له مكان صغير فقط للكتابة، سيكون سيضطر إلى تصغير كتابته وإلى جعل القريسات ملتصقة ببعضها البعض حتى يستطيع إيجاد ضعف ونصف العدد الذي ستطلبه منه. من الأحسن إما أن الأستاذ حر، إما أن يقسم يطلب من المتعلم قسمة اللوحة بقلمه فقط، أو أن يطبع دائرة كبيرة ويقسمها على اثنين. هذا النموذج أيضا شاركتكم به، عنده هنا كل المتسع ليضع فيه الضعف والنصف. مع هذه لوحة الضعف والنصف كنت قد طبعت لهم دوائر أيضا شاركتكم إياها. هذه الدوائر وضعتها لهم في أظرفة عفوا. هذه الدوائر قمت بطبع لهم دوائر كثيرة في عطلة نهاية الأسبوع، قاموا بقصها في المنزل، وكل متعلم كتب اسمه وراء الدائرة. هنا دوائر قمت بطبعها، أعطيتهم ورقة قمت بطبعها لهم، وكل متعلم يكتب اسمه ويضعها في الأظرفة، كل متعلم لديه ظرفه الخاص. مثلا أنا أقول له نصف اثنين سيأتي، أين يكتبها؟ علمتهم أن يكتبوها هنا. هذه في بداية درس الضعف والنصف استعملتها. طريقة ثانية أريتكم إياها، طريقة الأصابع لإيجاد الضعف، ولكن في بداية الدرس دائما أستعمل المحسوس. هنا اثنان يخرج مثلا قريستين، دائرتين أو كما تشاءون، ويضع واحدة هنا وواحدة مثلا هنا، يضع واحدة هنا وواحدة هنا، إذا نصف اثنان واحد. مثلا أقول له ضعف اثنان، جد لي ضعف اثنان، سيضع اثنان من هنا واثنان من هنا، ها هو ضعف اثنان، سيكتب لي النتيجة هنا. أقول لهم اكتبوا لي النتيجة هنا، ضعف اثنان هي 4. هذه طريقة التي استعملتها، لأنني في السنة الأولى استعملت القريسات فكان الدرس كارثة، أجد تلميذا يبكي من هنا والآخر يبكي من هنا والآخر هنا. لماذا؟ لأن زميلي أخذ لي قريستي حمراء وليست خضراء، قريستي جديدة إلى آخره، واجهت العديد من المشاكل، يعني أضاعوا لي نصف وقت الدرس وأنا أقوم بتهدئتي هذا وتهدئتي هذا والمصالحة بين هذين المتعلمين. صدقوني بهذه الطريقة ربحت وقت الدرس كاملا، يعني لم أجد ولا مشكلة، كل تلميذ عنده ظرفه دوائره ومكتوب فيها وراءها اسمه، يعني لا يستطيع تلميذ أن يأخذ دوائر زميله الآخر، سنعرفها من خلال الاسم. طبعتها لهم وضعتها لهم في أظرفة واستغليت كل الوقت، والحمد لله الدرس كان ناجحا بهذه الطريقة وبطريقة الأصابع. أيضا هذه يقومون بإدخالها عندما ينتهون منها، يعيدونها مع لوحتها. عندي أيضا هنا الساعة، لوحة الساعة.
هذه اللوحة قمت بتحميل هذه الساعة من الانترنت. صراحة لم أقم أنا برسم هذه الساعة، قمت بتحميلها جاهزة. ماذا فعلت؟ أضفت لها بالورد المربعات انسخسيون فورم كما أريتكم في الدروس السابقة. قمت برسم بالورد مربعات ونقاط أضفتها لها هذه اللوحة، إضافة إلى ساعة مصنوعة قمت بطبع لهم وقد شاركتكم إياها، ساعة زرقاء ستجدونها في الصفحة. قاموا بماذا؟ أنا طبعتها لهم، قاموا بإلصاقها على كرتون غليظ فقط، قاموا بإلصاقها فوقه، وقام أوليائهم بصنع من الكرتون أيضا نستعملها في بداية الدرس ليحددوا لي متى أقول لهم ضعوها في السنة في 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 الساعة الثالثة، يضعون العقرب الصغير عقرب كبير إلى آخره. هذه الساعة ماذا أفعل بها؟ هذه الساعة أيضا استخدمتها في الدرس وأستخدمها في مرحلة الانطلاق. مثلا أعطيه الوقت، أقول له عن الساعة هنا 16:00، أنا لا أقول له كم الساعة، أكتبها على ورقة في السبورة، أقول له أرسم لي عقارب الساعة، سيأتي ويرسم لوحده عقارب الساعة، سيأتي ويرسم لوحده، يرسم لي إنها الرابعة. هذه الطريقة الأولى التي أستعملها. ثاني شيء، ماذا أعكس في المرة المقبلة؟ أعكس، تستطيع أن استخدامها في الدرس وفي مرحلة الانطلاق. ماذا أرسم له في عقرب الساعة وأقول له إما توقيت الصباح أو توقيت المساء. مثلا أقول له هذه بتوقيت الصباح، لا أنطقها، أقول له فقط بتوقيت الصباح أو المساء حتى لا أعطيها له جاهزة، هو من عليه معرفة كم الساعة. هنا سيأتي ويكتب 2 ويكتب لي 0 هنا، الثانية تماما هنا بتوقيت الصباح. هذا فيما يخص الساعة، وقد شاركتكم أيضا بهذه اللوحة. ثم عندنا لوحة المرصوفة مع لوحة التناظر. هنا لوحة التناظر وضعت فيها هنا خط محور التناظر في الوسط، هنا نستطيع استعمالها كمرصوفة وكلوحة للتناظر. أضفت لها هذا الخط لأستعملها في حصة التناظر. حصة التناظر عندنا في الرياضيات وعندنا في التربية الفنية. هذه لوحة التناظر سنحتاجها في السنة الأولى الثانية والثالثة الرابعة والخامسة، لا أدري إذا كانوا يدرسون التناظر، لم أطلع على البرنامج. هنا مثلا أنا قلت له سنرسم رسما على مرصوفة ويتبعني. مثلا أستخدم عندي مرصوفتين هنا، هو حر يستخدم هذه أو هذه. مثلا أقول له أرسم مربعين بالمسطرة، طبعا سيرسم، أنا فقط هذا كمثال، أرسم مربعين هنا ومربعين هنا إلى آخره. مثلا في التناظر أول شيء قمت بإعطائهم نصف رسم وقاموا بإكماله، ثم عندما تعودوا على تناظر الأشياء، على إتمام رسم بالتناظر، الآن ماذا سنفعل؟ سيرسم النصف الذي سيناظره مع النصف الآخر، ولكن أعطيتهم أشياء بسيطة في السنة الثانية. مثلا أقول له أرسم مربعين من جهة اليسار، ثم أرسم تناظره، يعني سيرسم مربعين في الجهة الأخرى، أقول له أرسم مربعين. ثم مثلا صعده بأربعة، مثلا يصعده أيضا في الجهة الأخرى بأربعة. ثم مثلا اجعله مائلا بإثنان، يجعله هنا ليتحصل على منزل مثلا. يعني الأستاذ حر في استعمالها، المهم أن تكون اللوحة جاهزة لكي لا يتعب كل مرة يطبع تطبع 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 لهم مرصوفة، تطبع لهم لوحة التناظر إلى آخره. طبعتها لهم مرة واحدة ونستعملها في حصة التربية الفنية وفي حصص الرياضيات، يعني لا أضطر إلى أن أطبع كل مرة. وهذا فيما يخص لوحة المرصوفة والتناظر.
عندي هنا لوحة الجمع بالاحتفاظ، هذه شاركتها السنة الماضية مع زملائي وأعجبتهم جدا، أعجبتهم كثيرا الفكرة. هذه اللوحة صنعتها من الفيديو الموجود في الانترنت، يعني حقيقة ليست فكرتي هذه، هناك فيديو صنعوها بكرتون وعلب، عفوا بأغطية القارورات، كرتون لكل تلميذ وأغطية القارورات، ويقوم بتصعيد ذلك الشيء، بتصعيد ذلك الغطاء إلى آخره. ولكن هذه الطريقة لم أستطع، كان عندي 40 تلميذ في القسم، لن أستطيع أن أصنع لـ40 تلميذ بكراتين وأصنع لهم بالأغطية إلى آخره، أضع له فيها الأرقام، لأن الأغطية عليك أن ترقمها، هو فقط سيأخذ أغطية القارورات ويأخذ الرقم الموجود فوقها ويضعها فقط، يعني لم تكن تساعدني تلك الوسيلة. يعني أحيانا نجد في اليوتيوب أو في الفيسبوك وسائل لا أستطيع صنع تلك الوسيلة، ولكن أنا أستطيع. يجب عليكم أن تتعلموا أن تلك الوسيلة أن تغيروا فيها قليلا بالشيء الذي تستطيعون صنعه، بالشيء الذي تقدرون عليه. مثلا أنا تلك الكراتين غيرتها بورقة فقط، هذه ورقة يعني ليست كرتون أو أي شيء، فقط ورقة، ورقة بيضاء 27، ولكن هذا الملف يحافظ عليها، لو وضعتها في حافظة بلاستيكية ستتقطع من يومها الأول، ولكن لو وضعتموها في ملف صدقوني ستبقى معهم طوال السنة، يعني طبعتها من أول السنة بقيت لهم حتى خرجنا في عطلة في شهر مارس، بقيت كما هي. هنا لوحة الجمع بالاحتفاظ، سأضع لكم فيديو على طريقة التي استعملتها، وهناك فكرة وجدتها عند أستاذ إنجليزي، قمت بترجمتها وقمنا بمسرحية إلى آخره، وكان الدرس رائعا، كان الدرس فيه وسائل وبطاقات على السبورة إلى آخره، كان الدرس مرة بشكل رائع، سأشارككم تلك الطريقة. المهم هم هنا مثلا لو قلت له 5 + 6، هنا سيكتب 11، هنا أقول له هذا العدد الموجود هنا لا يستطيع أن يبقى هنا، فماذا أفعل؟ سيذهب إلى منزل الضيوف، هذا سميناه منزل الضيوف، هذا العدد هنا، عندما سأشرح لكم الطريقة ستفهمون، لا يستطيع أن يبقى هنا، سيذهب إلى منزل الضيوف، أي عدد يكتبون هنا يصعدونه. هذه في المرة الأولى لكي يفهم ما معنى الجمع بالاحتفاظ، بدأت لهم بهذه الوسيلة والحمد لله كانت ناجحة. هنا هذه اللوحة التي سألني الكثير عنها، هذه لوحة عبارة عن شريط عددي، يعني عندما أقول له أكمل الشريط العددي، عندما أقول له أكمل الشريط العددي أعطيه عدد، هو سيكمل لي هنا الشريط العددي، أعطيه عددا، مثلا أقول له 56 يكتبه هنا، أقول له ما هو العدد الذي يسبق والعدد الذي يلي، هنا سيكتب 55، هنا سيكتب 57، حتى لا يقوم، أنا سهلت عليهم حتى لا يقوم برسم هذه المربعات، يقوم كل مرة برسم المربعات على الألواح شريط عددي، يقوم برسم مربعات الشريط العددي إلى آخره، سيضيع لي الوقت كثيرا، فأنا أحاول دائما الاستفادة من وقت الحصة، أقوم بتجهيز وسيلة جاهزة لهم حتى أستفيد من وقت الحصة، حتى لا يذهب في أشياء ثانوية. يعني هنا يكمل الشريط العددي، العدد الذي يسبق العدد الذي يلي، أحصر بين 10 متتاليتين، رتب الأعداد في ترتيب الأعداد، أترك لهم هذه الصفحة فارغة. هو ماذا سيفعل؟ سيقوم بالتفكير إذا أراد أن يكتب الأعداد هنا وثم يرتبها هنا، يعني هو وطريقته في ترتيب الأعداد. أيضا لترتيب الأعداد عندي فكرة رائعة جربتها مع تلاميذي، سأشارككم إياها إن شاء الله. هنا في هذا الظرف وضعت لهم الصفائح التي أريتكم طريقة صنعها،
عندما نحتاجها في أي درس، في درس التعرف مثلا على الوحدات، العشرات، المئات، وضعتها لهم في الظريفة. هذه وضعتها لهم في الظريفة، سيمثلها، يخرجها من الظرف، وضعتها في الظريفة حتى يحافظوا عليها، حتى لا يفسدوها. فيضع مثلا، قلت له عندي صفيحتين، هو سيمثلها على طاولته، ثم يكتب العدد، مثلا ثلاثة أعمدة، 1 2 3 مثلا، سيقوم بتمثيلها هنا في الجهة المقابلة. سأريكم، يقوم بتمثيلها في الجهة المقابلة في ملفه مثلا، ثم 1 وحدات، 1 قطعة واحدة، هنا ها هي. ثم ماذا سيفعل؟ سيكتب العدد هنا، 200، هنا 3 عشرات، وهنا قطعة واحدة، عفوا هنا قطعة واحدة، يعني هنا ها هو كتب العدد الموجود هنا. هذه كانت فكرتي عن الملف العجيب التي استعملتها في السنة الأولى والثانية. السنة الأولى لما أضع لهم في اللوحة المئات، قمت بتكبير في الورد الوحدات والعشرات، تكبير جهة الوحدات وتكبير العشرات. في السنة الثانية أضفت لهم المئات. اللوحات التي سأستعملها في السنة الثالثة لم أصنعها بعد، سأشارككم إياها إن شاء الله عند صنعها. هذه هي الفكرة، فكرة. دمتم في رعاية الله وحفظه، نلتقي مجددا في فكرة جديدة أو استراتيجية جديدة. إلى اللقاء.